يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم طهران في إطار مؤتمر حول التطرف والعنف الذي يتهدد المنطقة وبلاده بشكل خاص. إيران راعية المؤتمر، تعتبر الحليف الأساسي للنظام السوري في الإقليم، حيث تقدم له الدعم في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة. بدوره إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي كان قد وصل أمس إلى طهران للمشاركة في المؤتمر، والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. المؤتمر في طهران يأتي في سياق الدعم الذي تقدمه إيران للحكومة العراقية في حربها ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ففي الأسبوع الماضي شنت طائرات حربية إيرانية ضربات على مواقع للدولة الإسلامية في مدينة ديالى العراقية، لكن طهران نفت أن تكون لهجماتها علاقة بالحملة التي يشنها التحالف الدولي بقيادة أمريكا على الفصائل الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.